مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا الاوفياء لهذه القناه الرائعه، قناه الاهلي. وقبل الخوض في حديث السبحير لابد ان اتقدم بالتهاني الحاره الى كل مكونات فريق الاهلي على الثلاثيه التاريخيه، ونحن واعون بان هذا الفريق فريق نموذجي في افريقيا، ونسعى دائما الى ان تكون الكره الافريقيه في قمه في القمه مقارنه مع الدول الاوروبيه وكذلك العالميه. بشكر حضرتك جدا طبعا، وخليني اروح معاك على طول الموضوع المهم طبعا، انه في تقارير صحفيه النهارده بتقول انه موعد السوبر هيكون يوم 18 ديسمبر، هل مسؤولي نهضه بركان يعني تم اختارهم بده ولا لسه؟ في حاجه رسميه جات لكم انه يوم 18 ديسمبر؟ لا، لحد الان ففريق ديال نهضه بركان وكل مكوناته لم تتوصل بأي كتاب رسمي من طرف الكونفدرالية، بل أكثر من ذلك ففي اتصالنا بأروقة بالمصالح الكونفدرالية فقد أكدوا لنا من مصدر رسمي أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بشأن السوبر، ويبقى الإطار المرجعي والقانوني لهذه المباراة هي الاتفاقية المبرمة ما بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد القطري الذي بموجبه ستتم الى حدود الان ستتم على الاراضي القطريه. وفي واصحح بعض المعطى، فان فريق نهضه بركان لا يعارض على اللعب داخل الاراضي المصريه، بل فقط هو متشبث بالاتفاقيه المبرمه ما بين فريق ما بين الاتحاد القطري والاتحاد الافريقي. ولعلمك سيدتي ولكل المشاهدين قناه الاهلي، ففريق نهضه بركان يكن الاحترام لكل النوادي الافريقيه وعلى راسهم النوادي المصريه، وهو لا يعارض اللعب، بل هو فريق مؤسساتي يعتمد على المرجعيات القانونيه، والقانون المؤطر لهذه المباراه هي الاتفاق المبرمه ما بين الاتحاد الافريقي والاتحاد القطري. وكما تعلمين فالاتفاق شريعة المتعاقدين، ولهذه الاتفاقية تبعات المستشارين وتبعات قانونية، لا بد لنا أن نعرف رأي الاتحاد الافريقي في الأيام المقبلة. يعني إذا تم إقامة المباراة خلاص والكلام أنه بشكل رسمي هتكون على أرض مصر أو في القاهرة أو في مصر، هيكون إيه موقف نادي نهضة بركان؟ المقابلة لحد الآن فنحن في فريق نهضة بركان، فالقانون الذي يؤطرها لحد الآن هو قانون الاتفاقية المبرمة ما بين الاتحادين، الاتحاد الافريقي والاتحاد القطري. وفي حالة ما إذا كان هناك تعديل ففريق نهضة بركان آنذاك سيقول كلمته بما يناسب ومصالحه، وهو دائما لا يعارض اللاعب في أي مكان سواء القاهرة أو أي ملعب آخر. يعني نهضة بركان مش هيكون محتج على إقامة المباراة في مصر؟ فريق نهضة بركان لحد الآن كما قلت سيدتي فهو متشبث بالاتفاقية، لأنه الاتفاقية المبرمة ولكن احنا يا فندم احنا في ظروف استثنائيه، يعني احنا انا فاهمه انه بقى لنا سنتين المباراه بتتلعب طبعا في قطر، بعد ما كانت قبل كده بتتلعب في ملعب بطل دوري ابطال افريقيا وهو الاهلي، ولكن احنا في ظروف استثنائيه، يعني احنا في موسم استثنائي بسبب طبعا ظروف كورونا زي ما انت عارف. نعم. وحتى بسبب الظروف الاستثنائيه دي هناك استثناء. اتفضل. نعم، فهناك سيدتي في ظروف استثنائية كما قلت، ليعلم المشاهدين الكرام في إفريقيا وكذلك في مصر، فالاستثناء بوند في الاتفاقية لم ينص على أنه إذا كانت هناك قوة قاهرة فسوف تلعب بالقاهرة أو بمكان بكأس الأبطال. أما الآن نحن أمام اتفاقية، فاللوحات الإشعارية مثلا في استاد الدوحه او للمشهرين حسب المسائل المتعلقه بالتسويق، فلا بد للاتحاد الافريقي ان يتدخل من اجل فسخ هذه الاتفاقيه وابرام،
اما البنود الاتفاقيه المبرمه فلا يشير الى اي ظرف استثنائي ولا اي الغاء من جانب واحد. يعني الفكره هي انه حضرتك عايز تقول ان الفكره هي الالتزام بالقوانين، مش فكره ان انتم متمسكين بان يكون على ارض محايده. نحن لم نتمسك باجراء المقابله بميدان محايد، بل نحن متمسكون فقط بمنطوق الاتفاقيه، منطوق الاتفاقيه لحد الان ولحد هذا الحديث معكم مع قناه الاهلي، فلا اخبار جديده. الاطار المرجعي والقانوني المؤثر لهذه المباراه تبقى لحد الان الاتفاقية. في حالة ما إذا كان هناك اتفاق آخر ما بين الاتحاد القطري وما بين الاتحاد الإفريقي حول إلغاء هذه المباراة، فالاستثناء كما يقول في القاعدة القانونية الخاص يقوض العام. إذا نحن الآن نعيش في قانون خاص ولا بد من اتباع كل خطوات هذا القانون. أما وإن كان هناك اتفاق مسبق على أن الاتحاد الافريقي والاتحاد القطري قد اتفق على عدم اجراء المقابله، ففريق نهضه البركان انذاك فهو سيقول كلمته وسيراعي كما هو معتاد لدى الفرق، يراعي مصالح الفريق ومصالح كره القدم بالمغربيه. هو عباره عن اتحاد، نحن الان لا نعارض اللعب في قطر او في مصر او في اي ملعب، نحن كمؤسسه نلتزم بالقوانين المؤثره لهذه المباراه. القانون لحد الان المؤثر لهذه المقابله فهو الاتفاق، الاتفاق لا ينص بتاتا عن الالغاء لجانب واحد، وانت تعرفين سيدتي ما للاتفاقيات من تبعات اقتصاديه وماليه وكلفه ماليه بالنسبه للمستشارين، لان الاتفاقيه دائما مؤثره ميزانيه بشركاء، هؤلاء الشركاء فهم يراهنون على هذه المباراه من اجل تقديم اشهارهم لمنتجاتهم. طيب. وكذلك وبسبب الظروف الاستثنائيه هذا الموسم، اسمح لي سيدتي، لانه الاتحاد القطري لم يقدم على هذه الخطوه الا بهدف واحد، هو التشهير لشركائه الاقتصاديين والاجتماعيين في دوله قطر وفي باقي بقاع العالم.